السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لكشف السحر في المنزل، تريد أن تعرف هل عندك سحر في المنزل، أو تريد أن تعرف أين السحر، في أي مكان هو مدفون. سورة الكوثر فيها فوائد عدة، قلنا في الفيديوهات السابقة من فوائد جلب الرزق والتغلب على العدو، ومن فوائدها الكشف، ومن فوائدها رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن فوائدها الكشف السحر. ستعطيك تسلسل منامي، يجب أن تحلل كل منام أو تكتبه في دفتر، لأنها ستعطيك تسلسل، كل يوم سترى شيء. الطريقة جد سهلة، إذا كان عندك مدفون السحر في المنزل ستراه في المنام، وسترى مكانه أين هو مدفون، ومن الأحسن أن تكتم ولا تقول لأحد إذا رأيت شيئا مختلفا، أو أريت شخصا مثلا، شخصا تعرفه، صورة شخص، ربما تعرفك حتى بمن فعل لك السحر. الطريقة ستطبقها 7 أيام، 7 ليال، يعني كل ليلة لما تصلي العشاء تنتهي من الصلاة الفرض تجلس في المنك وتقول هذا الورد، وتنام مباشرة، تقول أستغفر الله وأتوب إليه، يعني أقصر استغفار ممكن تستغفر، إذا أردت أن تستغفر بطريقة فاستغفر، يعني أقول كان أقصر استغفار، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه 1000 مرة، وتقول الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 1000 مرة. إذا أردت أن تغير وتصلي على النبي بطريقتك فصلي، وتقرأ سورة الكوثر 1000 مرة، تقرأ 1000 مرة لمدة 7 أيام، كل ليلة سترى شيئا وستعرفك بأشياء، وتدعو في الانتهاء، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يعرفك أين السحر المدفون، أين هو سحرك الذي هو أنت مسحور به، أين هو مدفون، إذا كان مدفون أو موضوع في مكان ستراه بصورة، أو ترى مكانه، أو ترى أين هو، إذا كان في خلاء، أو كان في مقابر، أو كان في منزلك، فسترى مكانه أين هو مدفون بإذن الله. هذا كل شيء، وأتمنى لكم التوفيق، وإلى اللقاء. ومع السلامة.